السلام عليكم. اسمع اسمع الفيديو هذا، الناس اللي ما تعرف لها حقد لا كراهية لا والو، الناس الحقيقيين اللي زعما اللي ما يعرفوا لا حقد لا كراهية، ما يعرفوا مواقع التواصل الاجتماعي، خاطيهم قاع الشكل هذا، يعرفوا المسلم اخو المسلم هذا واش يعرف. الناس اللي زعما هادو هما الرجال كما نقول، لانه خوتنا قبل جيراننا، فهمتني؟ وين راهم؟ عندنا اتصالات بهم دائما ليلا نهارا، وتروحوا عندهم؟ فهمتني؟ ونروحوا عندهم ويروحوا عندنا. وين راهي الجزائر؟ يحب من يحب ويكره من يكره. بارك الله فهمتني؟ فيك. احنا الجزائر خوتنا ماشي جيراننا، خوتنا. لا بارك يمشي واحد على راسه ويقول لك كذا كذا. هذا شكون اللي خلى هذا السم هذا؟ خلى الاستعمار والاذناب ديال الاستعمار. فهمتني؟ الاتباع ديال الاستعمار هم دايرين هذا الشيء هذا. كلهم المسلمين قح بانهم راهم خوت اينما كانوا. الجزائر خوتنا ونسابنا وولادنا تما وخوتنا تما، فهمت مني؟ كاع يعني في الصحراء كامل، المغرب العربي كامل، حنا فيه سواسيه، كتب شي واحد على راسه. الله يكثر من مثالك ان شاء الله. هو فهمت مني؟ لا اذناب الاستعمار، ما الاستعمار راه مشى، ولكن الاذناب خلاها اكثر، هذول كاينين دابا اكثر من الاستعمار. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وهذه هي الهضره اللي لازم نسمعوها، هادو هما الناس اللي لازم نسمعوا لهم، وهادو هما الناس اللي خاص بالصحافه تعطيهم تخليهم يهضروا. اما هادو اللي رانا نشوفو فيه في تيك توك وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي راهم يتعايروا، كاملين جهاله. وتقول واحد هكا اللي زعما كيهضر في هضره واقع، ولا زعما كيشغل تستافد منه، ولا يقول شي حاجه اللي كاين منها، كلش راهي غي عاير ويسب غي الكلام اللي ما يقدر يقول، ما يسلك الكلام، ما يسلكو لا الموتى لا الدراري الصغار لا الكبار، لحت النيفو كاع ما تقدرش تصور، اقسم بالله لا حول ولا قوة الا بالله. في الحقيقة زعما شغل الناس هادو كبار اللي استافدوا منه، ما هما بداو ينقادو، طالعين غير واحد الفئة غير تاع الجهالة.